ليمون. يا الله. يمه، هذه اطيب وصفه عدس في العالم، في العالم كله. بغسل السلق على السريع. الأكلة هذه بدها جمعة، لحالك ما تاكلهاش، لازم يجتمعوا ناس على صينية كبيرة وهيك زكاوت الأكلة. بشيل الأبيض أو حسب نوع السلق عندكم، في أنواع ما فيها أبيض، وباخذ منها شرايح بعرض 1 سم زي هيك، وبصلة كبيرة باخذها مكعبات صغيرة. هلقد جيبوا طنجرة ولحقونا نعمل أطيب أكلة عدس، نكيف عليها. قبل ما أولع النار بدي أجيب شوية عدس أحمر وبدي أغسله منيح وأحضره على جنب. وفي الطنجرة بنزل شوية زيت زيتون، بنزل عليها بالبصل، رشة ملح خفيفة. بعد 5 دقائق بجيب السلق وبنزله على البصل بدون ما أحركه، بس بغطيه، بخليه 2 دقيقة عبل ما إيش يهبط. بعدين بقلبه في لي كمان 2 دقيقة وبجهز العدس. هاجت بدي مكعب دجاج، مرقة دجاج أو خضار، هاي عندي هذا النوع هذا النوع، ومنه عيار الملح بيكون مزبوط هيك. هلقيت بنزل العدس والشوربة أو المرقة يعني، وبقلبهم. يا سلام على الريحة، يا سلام. وهلقيت بنزل المي المغلية، بعلي النار، بغطي عليها وبوطي النار، بس يغلي بوطي النار. وهلقيت بدنا نجهز التقلاية أو التتبيلة اللذيذة اللي بدنا نحطها جوه العدس اللي حتعطيه طعم الخرافي، وهذه طريقة أمي والطريقة الغزوية. 4-5 بكفي توم. التتبيلة هذه ولا أطيب مع العدس، ولا أطيب. رشة ملح بسيطة وبدقهم. بدي أنعم إشي، في حاجة اسمها بذور الشبت أو عين الجرادة بنسميها بفلسطين، عين جرادة أو بذور الشبت، اللي هو الشبت الأخضر بس البذور تبعته بتكون ناشفة. إذا ما لقيتوها بتلاقوها أكيد، إذا ما لقيتوها حطوا شبت أخضر. زي ملعقة كبيرة. يا سلام على ريحتها، يا سلام. هذه بتخلي أي أكلة في الدنيا أطيب مليون مرة. يا بي على الريحة، يا الله. بحط شطة حمراء شوية يعني إذا بدي. هيك اكتملت 1000000%. إيش أخبار العدس؟ ممتاز ممتاز، بس بده شوية مية. بنحضر شوية فجل، بصل أخضر، زيتون. يعني أنا تقريبا بعمل هاي الأكلة بس عشان الصحن هذا. ذاك البصل الأخضر، الفلفل الأخضر بحرق، فلفل أحمر، فلفل أخضر بحرقش، فلفل طرشي، خيار طرشي، فجل، ليمون، وبنزينها بالزيتون. كيكة أحلى من الكيكة كمان. باجل الدقة اللي عملناها، وباخذ من العدس وبخلطها. يا سلام. وبنزلها. اتحداكم يوم ما تعملوا هاي اكله بهذا الشكل فيش حد في الحاره الا حيدق على الباب عشان يعرف ايش اللي بصير قاعد. خليه كمان 3-4 دقائق وبنطفي النار. طريقه التقديم زي ما اتفقنا، صينيه الشتاء اللي لازم دائما تضل على الجلي ما تنضب. كبير علي هاي، بجيب صينيه صغيره، هذه بتكفيني اليوم. بدي اجيب خبز عربي، اللي هو في الاردن لبنان سوريا اسمه الخبز العربي، في فلسطين اسمه خبز الكماج، في العراق اسمه السمون. اي واحد بيمشي الحال، انا لقيت سمون عراقي بدي افته، لانه هذه الاكله اسمها فت عدس، ويفضل يكون بارد مش طري، يعني خبز البايت بيطلع اطيب كمان. كمان واحده ممتاز، حلوين. وهلقيت بدون نقاش وهو على النار مباشره، بنيجي زي هيك من النار مباشره. يا باي. واذا بدي باخذ صحن شوربه زي هيك ولا اطيب من هيك شوربه عدس في الدنيا كلها. وباجي هنا وبقلب الفت، يتزبط. الله على الريحه، ممتاز. بدي امسح عشان العين بتاكل برضو. وهلقيت بنيجي، يا الله على الريحه، يا الله. بنقول بسم الله. يا الله يا إلهي. الليمون هو الشغل الصح. يا الله. والشوربة كمان بنيجي هيك وبنعطيها ليمون وبنقولها تعالي. باي. برجع لك بعدين. يمه، هذه أطيب وصفة عدس في العالم، في العالم كله. لازم تجربوها، لازم. مش لازم أعد الشتاء عليك ولا تجربوها 10 مرات. فيش مجال، فيش مجال. يا إلهي، يا إلهي.